الاحتفال باليوم العالمي للمسرح نظمت جمعية روافد للفن المسرحي بالمكنين كعادتها. الحقيقة هذه سنة حميدة ولات يعني جمعية روافد تنظم فيها طيلة السنوات الأخيرة من خلال الاحتفال بهذه التظاهرة العالمية. كجمعية مسرحية ما نجموش نفوتوا الاحتفال هذا واليوم العالمي هذا وما نحتفلوش باليوم العالمي للمسرح. الحقيقة أثناء حبينا نغيره شوية، حبينا المسرح يمشي للجمهور ومش أي جمهور، يمشي إلى المثنين المتواجدين في المكنين اللي ما نجموش يخرجوا للمسارح واللي ما نجموش يواكبوا أحيانا الأعمال الثقافية الخارجة هذه الدار. لذلك حبينا نعملوا جانب اجتماعي ثقافي مسرحي، ربطناهم ثلاثة مع بعضهم، نقربوا للمثنين ونشاركوهم مأدوبة الإفطار، خاصة أنه عندنا ضيوف من المسرحيين والممثلين الكبار اللي حاضرين معانا لهنا. حبينا تكون فما الرجوع والذكريات إلى الماضي من خلال الدردشة اللي شقوموا بها الممثلين مع المثنين، شيحكيوا لهم على تاريخ المسرح، شيحكيوا لهم على تجاربهم المسرحية، شيحكيوا لهم على مشاركاتهم، لأنهم أغلبهم تفرجوا عليهم في التلفزة كما قلت لك، وتكون فما الحقيقة لفتة كريمة لهم هما. وكذلك نكرموا المسرحين هذوما لما قدموه من جليل الأعمال في العمل المسرحي، أمثال صلاح مصدق، سهام مصدق، صابر سبتي، محمد اليانجي، محمد صالح الجابسي، العديد يعني من الممثلين اللي حبينا نكرمهم في المناسبة دي كعربون محبة وكرد اعتبار لهم هما. التظاهرة هذه من شأنها الرفع من معنويات المقيمين وتحسيسهم أنهم ما همش وحدهم، أنه ثم برشا ناس معاهم، ثم برشا ناس يعاونوهم، وكما نعرفوا احنا شطر الرعاية الصحية هي رعاية نفسية، والتظاهرة هذه من شأنها التحسين ومعناها اعطائهم دفع للمقيمين تخليهم معناها في حالة صحية جيدة وتخليهم معناها يحسوا انهم محل اهتمام من طرف المجتمع المدني ومن طرف المحيطين بهم. كنجي مع الجماعه ونحضروا ونعيشوا الاجواء الحلوه معاهم، اكيد هما باش نعطيو فيهم الامل، واحنا زاده معناتها نعملوا شيخه معاهم ونحس روحنا عملنا حاجه حلوه. انك كيبدا رجل كبير ولا مرة كبيره هم يشتحوا معاك ويبصوا فيك، تحس بفرحه، تحس انت دخلت الفرحه لك الانسان هذاك بالحق. انا نشوف فيهم توا ويشتكوا وشيخين، والاخرى تقول لي نعيم انت بالحق نصفيه من حنيك هكايا، محليها احساس. انا ساعات ما تلقاش الكلام باش تعبر عليه.